سي عثمان تلقى واحد النوطه واعره في هذه السمانه هذه في البرلمان وقال بانه في الحكومه ما كاينش عندنا وزير فوق العاده او سوبر وزير او زعما وزير ما عنده امتيازات خاصه، مع العلم ان كل الوزراء اللي عندنا في المغرب عندهم امتيازات خاصه وبخير. ما عنديش انا بهذه الحكومه وزير فوق العاده او وزير كنسميه سوبر وزير، وزير عنده امتياز خاص ما كاينش. هو تيقصد انه ما كاينش شي وزير فوق المحاسبه او القانون وان كل الوزراء مسؤولين، ولكن ما شفنا لا بو مسؤوليه ولا بو محاسبه ولا هم يحزنون. حتى اذا ما كانش عندنا سوبر وزير ربما عندنا سوبر سنطيحه اللي كيمتهي لك سيادته واللي فضلها قدر انه يطالب الجهات والسلطات المختصه بالتدخل واحد الحدث، ما عليه انه بالسلطات المختصه واللي خرج كيطالب الحكومه تستمع لمطالب الشعب فيما يتعلق بالساعه الاضافيه، مع العلم انه هو اللي وقع على الموافقه تغيير الساعه الاضافيه وكيقتبس من الشاروخان وخرج كيدافع على اخوه من الحزب حامي الدين في الوقت اللي كان خاصو يلتزم فيه بالصمت، وصمت في الوقت اللي كان خاصو يتكلم فيه ويقول كلمه فيما يتعلق بمقتل سائحتين، وكان على الاقل غير يخرج يقول كلمه كيف ما كيديروا اغلبيه الرؤساء في الدول المحترمه واللي كتحترم الانسانيه ويقدم مثلا تعازي ولا يقدم اعتذار، مهم دير شي حاجه. ومن بين المظاهر اللي كيتميز بها رئيس الحكومه ديالنا اللي ما كاينش بحالو، ولا بغى شي الا بغيتو شي رئيس حكومه من جهه اخرى قلبوا عليه في شي اخرى ما كاينش، والمغرب ما غادي يكونش، انه لقى مشكل غير في انه يدير اجتماع مع الاغلبيه ديالو وكل مره كيدير فيها موعد كتوقع شي حاجه وما كيجتمعوش. انا نجمع فيهوك هو يتشتت لقى منهوك، وانا نجمع في اولي تنجمعو جمعو مزيان وخشيف عبوني تنجمعو نعطيو زباد. هاد الاجتماع هذا تاجل شي 3 حتى 4 د المرات وما داش غير في اخر اربعاء اللي فات وخرجت به الاغلبيه في هذا الاجتماع انهم ناقشوا مجموعه من القضايا السياسيه التشريعيه وقرروا انهم غادي يواصلوا المناقشه ديال هذه القضايا السياسيه والتشريعيه، يعني ما كاين والو، رجعنا بخوف في حنين صافي. سي عبد اللطيف الوهبي قيادي البارز في حزب البام ما عجبوش الحال هاد الايام ومقلق بزاف من الامين العام ديالو بن شماش. لا ماشي هذا، هذه الصوره ديالو، وهذا الشيء ماشي جديد لان الحزب اصلا عايش منذ اسابيع على وقع صراعات داخليه ومشاكل وازمات طايره بيناتهم، والاغلبيه مقلقين من الامين العام للحزب بن شماش وتيقول بانه كيستفرد بقرارات وغيرها من المشاكل. شر شبيل فلنلحق به فلنلحق به هلول النجدة انه شر شبيل شر شبيل شرشبيل. رائع لقد وجدتها. أنا أمسك بهم بسهولة، أشعر بالذنب تقريبا. وقال السي عبد اللطيف وهبي ما غادي تهنى منه إلا إذا صفت الجنيد، بما أنه دعا مؤخرا إلى جنيد برلمانيين شباب. ويجي بيني وبينكم فكرة جنيد البرلمانيين زوينة باش يلا يترجلوا معنا ويديروا شي حاجة بصح لهاد البلاد ويخدموا بصح مصالح المواطنين بلاص ما يبقاو غير يخدموا المواطنين ويمثلوا عليهم. شفت كلام هنايا من بعض الأعضاء يحسوا في القلب، يحسوا في القلب، قال لك فاسدين كيهدروا على مصلحة المدينة، شمن فاسدين هادي؟ شمن فاسدين؟ أنا يا رجال أنا ماشي فاسدين. And the Oscar goes to ما تكونش باكار. هذه واحد الحمله داروها مجموعه من النشطاء على موقع الفيسبوك من اجل توعيه الناس بمخاطر الطريق وبضروره احترام قانون السير سواء فيما يتعلق للسائقين او الراجلين. بعد ما تزايدت حوادث السير الخطيره اللي كتوقع في المغرب، وربما هذه مبادره يعني شبابيه من الناس اللي هما باغين يوعيو الناس ويقول لهم هالعظيمه
ما تكونوش بغار واحترموا شوية قانون السير وما ديوش قانون الغاب. والمميز أو الطريف والزوين في هذه الحملة أنها كتخاطب المغاربة باللغة ديالهم الدارجة، فيها مجموعة المصطلحات اللي طبعا ما غاديش تدوز في المنابر الإعلامية الرسمية أو غيرها، ولكنها صالحة لمواقع التواصل الاجتماعي. ونخليكم مع بعض من هذه الإبداعات هذه تشوفها بالصور. وعلى ربي غير ما بقاوش باقر كيمشي في الشارع ويسوق في الحديد، ويا ربي ما بقاوش باقر حتى في التعاملات ديالنا الإنسانية اليومية مع بعضياتنا. يا ربي يا ربي. وباقي ندوين فيه، ما كتجيكمش في عين البقر انهم لاحوا الاطنان ديال 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 المندرين وديال الليمون لانه فائض في الانتاج وما يصلحش لهم؟ علاش؟ لحقاش هذا الفائض الانتاج ادى الى انخفاض كبير جدا في الاسعار ديال الليمون والمندرين ومجموعه الحوامض في السوق، وناضوا المنتجين زعما باش يرفعوا من الثمن ديالو شويه في السوق، ناضوا لاحوا داك الفائض، لاحوا تخلصوا منه يعني بطرق سيئه، يعني فيها بحال اعتداء او لا ما عرفت شنو ممكن نوصفها بصراحه. طيحش الهضره الكل. شوف المازوت فين راه يموت، كارثه عظمى هذه. شوف الماتريال فين راه يرشاب الماء، ها باش كتخلص هذاك الشيء هذا. وبلاص ما يتم الحديث عن هذا الامر كانه مشكل، سيد وزير الفلاحه ناض وقال بانه لا، هذا من علامه من علامات زعما نجاح المخطط الاخضر وانه كرامه من كراماته، في حين ان وراه خص يتخذ بعين الاعتبار ان هذا مشكل. علاش؟ لان معروف ان الحوامض ويعني داخل فيها طبعا الليمون والمندرين وغيره كتستهلك بشكل كبير الكميات ديال المياه. هاد المشكل ديال استهلاك ديال الماء راه خاص هذا يولي سميتو المخطط الاخضر ماشي مخطط الاخضر. علاش مخطط الاخضر؟ لانه ولا خطر على الامن الغذائي في البلاد وحتى على الفرشه المائيه. يعني تخيلوا معايا هاد الاستهلاك ديال المياه راه طبعا غادي ياثر بشكل كبير على الاحتياط ديالنا من الماء، وحنا اصلا كنمروا بواحد الفتره واحد الازمه اللي عندنا فيها احتياط منخفض من المياه والجفاف، وحنا اصلا باقي مضاربين غير مع واش غتصب ولا ما غتصبش. وماشي غير الليمون والحوامض عموما هما اللي كيستهلكوا الماء، راه حتى الدلاح كيستهلك الماء بشكل كبير. والله يرحمنا في القادم من الايام، لانه الا بقينا مستمرين بهذه العشوائيه هذه راه ما عرفتش فين غادي نوصلوا. يعني الا كنا بصح باغيين نمشيو في المخطط الاخضر وانه بصح باغيين نفعل البلاد، راه خصنا نبقاو نتداركوا بحال هاد الاخطاء، نردوا البال بحال هذا الشيء اللي كيوقع وعاني بينا عليه السلام. شي اللي غادي نقول صافي. واجبان شكون شي اضطر انني ندير هكا ونجيب الميكرو. اولا كنهنيو جميله، فيليسيتاسيون، خدات الجائزه الكبرى للصحافه، تحياتي. صحافه الكترونيه ماشي كلشي صحافه. الصحافه الالكترونيه باينه حيت حنا في الويب. والحاجه الثانيه هذه هي اخر حلقه في هذا الموسم ياك، ارتاحوا سيمانه ونبداو الموسم الثاني بكل اوعر ان شاء الله. هاي فايف هاي فايف هاك الهاي فايف يلا تهلاو.